انتهاء ثورة التشغيل العظيمة بعد التسويق والمماطلة من قبل الحكومة المركزية أوصت حكومة جرح الرأي إجراء العمليات خارج وداخل العراق. أولا إجراء العمليات داخل وخارج العراق، ثانيا رفع المظلومية والإسحاق بخصوص نسب العجز التي تقع من قبل اللجان الطبية بالبصرة، وذلك مخالف لما نص عليه الدستور والقانون وقانون العراق وقانون الصحة في العراق. ومن هنا ندعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للوقوف معنا، وإن وقفتنا اليوم المطالبة بالحقوق المشروعة. وقد أعلننا ونعلن الآن ربنا لكل متسلف يريد الوصول لدماء الشهداء وآهات الجرحى لما أردنا الشخصية، والدعاء التنفيذ لهذين الشريحتين عند الحكومة المركزية أو المحافظة أو مكان آخر جرحى ثورة تشكيل عظيم في البصرة. عار عليكم أيها الطغاة، تقتلون شعبا في المظاهرات. عار عليكم أيها الطغاة، تقتلون شعبا في المظاهرات. المعنية الذي تختص بهذا الشأن، اليوم خرجنا تظاهرة أو وقفة احتجاجية ضد مظلومية الجرحى الذي سقطوا في تظاهرات البصرة آنذاك 2018 إلى 2021، وإلى الآن لم تكن الاستجابة أو لم ينظروا بنظرة العطف لهؤلاء الجرحى الذي خرجوا للبصرة بصورة عامة. اليوم احنا محتفظين أمام دائرة صحة البصرة، أو حضرت دكتور عباس عند اجتماع، وهاي الجرحى قاعدة في الساعة 9 صباحا تجمعنا، وحضرت الدكتور عند اجتماع وما ينزل، يعني من ما يتعاون بصورة عامة، عدم تعاونه وعدم يعني أي استقبال للجرحى أو أي ثقل للجرحى ماكو في البصرة. فعليه نناشد أو نخاطب الجهات المعنية منها دائرة حقوق الإنسان ومحافظ البصرة بالتدخل في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. طبعا اليوم موضوعنا سيكون عن قصف الميليشيات للمنطقة الخضراء في بغداد، لكن المقطع اللي شاهدتموه قبل قليل هو لمصابي وجرحى تظاهرات البصرة، ومعنا السيد علي من البصرة وهو المتحدث قبل قليل الذي ألقى البيان، بيان جرحى البصرة. دعونا نستمع إلى السيد علي وما الذي يريد أن يوصله من فكرة. حياكم الله سيد علي، تفضل. حياكم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، احنا جرحى. نعم. تظاهرات ثورة تشرين. نعم. بعد التسويف المماطلة من قبل حكومة كامل الحكومة، يعني خلينا نقول اللي جاية واللي قبلها. نعم. طبعا احنا صار سنة على الثورة. أي اهتمام للجرحى ماكو نهائيا وإعلاميا فقط. نعم. أي نسب علاج أو عمليات أو شيء صفر. مستشفيات ما تستقبلنا، معاناة للجرحى كل هاي موجودة عندنا. احنا جرحى ثورة تشريد، خصوصا ندخل مستشفيات، يعني تعرف مستشفياتنا فيها متحذره. نعم. صراحه يعني احنا خلينا نحكي اي استقبال او اي شيء، اي منح للحكومه او رؤوس الكلام اللي اطلقته هو كلام كاذب وعار على الصحه. نعم. الحكومه هاله اعلاميه فقط لا غير. سيد علي، عندكم بالحالات اللي موجوده ضمن اصاباتكم شغلات خطره تستحق العلاج الفوري؟ نعم عندنا، وعندنا ناس يعني الشباب مسجونين وعجز عندهم، وعندنا يعني هواي شغل اخوان يحتاجون عمليات، ما زالوا اصلا جراحه من حدنا اللي يطلع. نعم. يعني جراحه من عند احنا بنحكيها بالدارج. نعم نعم. لو حدنا وعمليات محتاج خارج العراق اصلا. قلتوا بالمقطع هسه اللي عرضناه انه المستشفى اللي انتم واقفين قدامها الدكتور المسؤول عنها
ما يريد ينزل لو ما كان عنده وقت انه ينزل، لكن الفكره انه هو ما نزل وسمعكم. طيب هذا الحال انتم دا تواجهوه ويا كل المسؤولين اللي موجودين في محافظه البصره؟ نعم للتوضيح، هذه اداره صحه البصره. نعم. واحنا جينا بوقفه احتجاجيه من الساعه 9 الصبح. نعم. وهذا المقطع الساعه 12 الظهر. نعم. من الساعه 9 الصبح قالوا لنا احنا ممثلين جرحى تظاهرات بصره، احنا ثلاث نفرات ردنا ندخل على مدير دائره صحه البصره عباس. نعم. رفضوا من الساعه 9 قالوا عنده اجتماع، الساعه 10 عنده اجتماع مدراء عام. كل شوي اجتماع، كل شوي اجتماع. جت في قنوات صورت، جو الناس ما اعرف شنو. حتى لو جابوا بعدين هم دوريات مصر توقفوا وقاف في خدمه، لان قلنا لهم وقفه احتجاجيه ما بعد. رحنا يعني الساعه 12 الا ربع صارت، وصلنا دائره حقوق الانسان وما اعرف شنو، رحنا لهم. لقينا مهدي التيمي، مهدي التيمي مخابر عليكم، قالوا خليدون قابلهم موجودين احنا بخدمتكم. طيب. ورا الخط. رجعنا بالمن دائره صحه البصره، رجعنا السير احنا دخلنا صعدونا فوق الثلاثه طبعا ما صعدوا غير اي جرح، هو اصلا ما يشوف اي جرح يعني. ترى ما يدخل ولا نزل انه. رحنا قعدنا اكثر من نص ساعه، والله الدكتور عنده اجتماع ما يقبل. نعم. يعني 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 مدير 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 صحة البصرة اللي مقضيها اجتماعات، شو مقدم للصحة في البصرة؟ شنو وضع القطاع الصحي في البصرة يا علي؟ ابدا القطاع الصحي للبصرة يعني اسوأ شيء هو القطاع الصحي في البصرة، اي خدمات ماكو. نعم. اي علاج ماكو. يعني نعم. اي خدمه انت تريدها ماكو، اي عمليات ماكو، عندنا جرح حتى لو يستحقون عمليات وعندهم كتب من الوزير ومحولهم على دائره صحه البصره. نعم. صفر، ما مسوي لهم اي شيء ولحد الان هم مستمرين نهائيا، واكو كتب من الوزير دائره صحه البصره. نعم. ما مسوي لها اي شيء، ولا دكتور عباس يرضى يستقبل جرحى نهائيا. نعم. انا لفت انتباهي الاخ اللي كان موجود وياكم بالمقطع اللي تكلم بعدك، واللي بالنهايه قال انه الناشد اسعد العيداني. طيب هو منو اللي سبب لكم هالاصابات غير القوات الامنيه اللي تسير وفق تعليمات اسعد العيداني؟ ومن 2018 مثل ما تفضل بالفيديو، من 2018 قمع محافظه البصره او محافظ البصره للمتظاهرين مستمر لغايه اليوم. ايش قدم اسعد العيداني حتى يتناشد ان هو ينظر بعين العطف الى جرح التظاهرات؟ أنا أوضح هاي النقطة، أول شيء الولد اللي وياي موسى هو مصاب تظاهرات 2018. نعم. ولحد الآن عنده بعد يحتاج عملية شفة. نعم. ثاني شيء الناشد، الناشد بصيغة إنه إحنا بنروح للدوائر أو نراجع المؤسسات أو فتشي أو سقوط الأراضي اللي قالوا وزعتها الحكومة واللي أطلقتها بشكل علني. نعم. بس هي سراً ما أطلقتها، فقالوا عدماً عند الحكومة المركزية. تروح الدائرة الصحة تراجع مستشفى يقول لك جيب كتاب من المحافظة. نعم. يم المحافظة قطع أراضي. وقع عليهم العيداني على اساس على اساس وقع على كتب وقال راحوا لبعض الجرحى صراحه يعني. نعم. ممكن اكو ناس راح طبعا. انا ما اعتقد مستحيل التقل من انا طالع التظاهرات من 2018 الى الان. هو مسؤول اللجنه الامنيه وهو المسؤول مباشره عن اطلاق النار على كل اللي وقعوا شهداء. نعم. والجرحى والمعاقين ما قال عن هذا الشيء. فانا مستحيل التقل، راحت ناس التقت به سوالهم كتب ولحد الان حبر على ورق نهائي والدوائر اللي تروح لها. نعم. يقول لك يلا جيب الكتاب من المحافظ. نعم. او ما تطلع لاي شيء رسمي الا من المحافظ، المحافظ اعلاميا باعلامي انه هو المتسبب الوحيد في هذا الحال اللي احنا وصلنا له. نعم. الحال اللي دمرنا هو، ماكو غيره. نعم. ناشد هنا موسى، انا اوضح على كلام موسى انه يشوف الدوائر ايش تسوي فينا زي. نعم. يحيننا علي وهو يحيننا على الدوائر وكله كذب بكذب وماكو اي مصداقيه للموضوع. أنا أشكرك علي كاظم. نعم. علي الكاظم ممثل جرحى ثورة تشرين في البصرة، كنت معنا عبر الهاتف، تكلمت مثل ما سمعتم مشاهدينا الكرام عن جزء من معاناة المتظاهرين، من معاناة ضحايا التظاهرات، ضحايا ثورة تشرين، الشباب اللي قدموا أرواحهم فداء للوطن، سقطت دمائهم على الأرض، سالت على يد القوات الحكومية والميليشيات بتوجيهات من السلطة الحاكمة إن كانت محلية أو مركزية، ولما يريدون حقهم البسيط بالحصول على علاج في بلدهم ما كل اللي يوفر لهم هذا الشيء. وقضاها مدير صحة البصرة مثل ما سمعتوا اجتماعات ورا اجتماعات، وبالنتيجة صحة البصرة يقول علي من أسوأ المؤسسات الحكومية الموجودة في المحافظة. طيب
سمعنا هذا الكلام. خلي ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي اليوم مشاهدينا الكرام، اللي هو قصف المنطقة الخضراء من قبل ميليشيات موالية لإيران. طفلة قتلت وأصيب 5 أشخاص بهجوم صاروخ استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد. خلية الإعلام الأمني الحكومية أفادت بسقوط ما قالت إنها مقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها وقرب مدينة الطب والزوراء، وأكدت أن الصواريخ تم إطلاقها من حي الأمين الثانية منطقة الألف دار في منطقة بغداد الجديدة. مصادر أمنية قالت طبعا، وشفتوا المقاطع، بأن منظومة الدفاع السيروم الدفاعية تصدرت لصواريخ الكاتيوشا. طبعا هذا الهجوم كان هو أول هجوم يعتبر بعد أن توقفت الهجمات لعدة أسابيع بعد إعلان السفارة الأمريكية في بغداد أو الولايات المتحدة بأنها ستسحب يعني تسحب أو تنقل مكان السفارة الأمريكية أو تسحب وجودها من بغداد أصلا. فحدثت هذه الهجمات الآن بالجديد. السفارة الأمريكية في بغداد طالبت حكومة مصطفى الكاظمي بمحاسبة الميليشيات الموالية لإيران بسبب تجديد استهدافها للمنطقة الخضراء. أدانت طبعا السفارة هذه الهجمات، وأضافت أن الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من فيلق القدس الإيراني مستمرة في زعزعة استقرار العراق وقتل المواطنين وتهديد سيادة البلد. السؤال هو وين الحكومة من كل هذه الانتهاكات اللي تستهدف المدنيين قبل استهدافها للسفارة الأمريكية أو للمنطقة الخضراء أو لأي مكان حكومي أو للبعثات الدبلوماسية الغربية؟ وينها من حماية أرواح المدنيين من هذه الميليشيات اللي لا تزال تستخدم السلاح في الوقت اللي هو دا يدعو أو يقول أنه عندنا آلية لحصر السلاح بيد الدولة، لكن احنا نسأل متى ستطبق هذه الآلية إذا كان يوميا دا نشهد عمليات قصف بشكل عشوائي تستهدف المدنيين أولا قبل أن تصل حتى إلى المحيط الحقيقي للسفارة الأمريكية؟ منو عندنا؟ السيدة أبو فاطمة من النجف، تفضل. الله وبركاته. وعليكم محمد. السلام ورحمة الله، حياك الله أخي. هذا الموضوع، موضوع القصف، القصف العشوائي التي تقوم به الميليشيات التي المفروض يعني ما محسوب على الحشد الشعبي، أليس كذلك؟ المفروض هذا الشيء يعني صوريا وعند الناس وعند الإعلام وكذا أنه هذه ليست من أعمال الحشد الشعبي. طيب طيب نعم، فأين الشرطة؟ أين الاستخبارات؟ أين الحكومة؟ أين الدنيا؟ من هؤلاء؟ طبعا بالمناسبة هم يعرفون من الذي يطلق، يعني كثير محللين السياسيين يقولون الكاظمي وغير الكاظمي يعرف من هم هؤلاء الذين يقولون أنهم ولاءهم لإيران، وأن يعني بكيفهم شوكت يعني يريدون يضربون، شوكت يروحون السورية بكيفهم. سؤال، هو منو من الميليشيات اللي موجودة بالعراق بقت من ضمت للحشد الشعبي؟ أحسنت، هي هاي دوبلة أخي. لماذا تم قتل هاشم الهاشمي الذي فضحهم؟ يقول لك من باب أنه هم حشد، وإذا تقول لك حشد يقول لا إحنا يعني ليس حشدنا أولياء ألوياء تتابعة إلى ولاها إلى إيران. يعني هذا اللف والدوران هو اللي موجود أخي في العراق. ثم أخي هذا القصف هو يراد من عند أن يسجلوا قبل أن تنسحب بعض القوات الأمريكية من العراق حتى يقولوا نحن الذي أخرجناها، مجرد يعني عرض عضلات فاشوشية أمام الناس وخابصين بالمقاومة وغير المقاومة. أخي هذا بئر الفكة، روحوا خلصوا من إيران عراقي، روحوا للحدود، الحدود الإيرانية اللي أكلتها إيران 3/4 أكلتها ودخلت يلا إذا عندكم غيرة وعندكم شرف وعندكم ناموس على العراق روحوا دافعوا على العراق من جهة إيران اللي تدخل لنا المخدرات وغير المخدرات والتهريب وغيرها. وهذه أخي الأمر معروف، إحنا نريد الكاظمي يعني ماذا تفعل أبو الكاسكيت مصطفى المشتت، ماذا تعمل الآن أخي؟ يعني لا هو شيء. هو بعد ما صار الحادث عملية إطلاق الصواريخ طلع بمؤتمر وقال بأنه مشكلة السلاح المنفلت بالعراق أنه هي منتشرة بعدة أجزاء، منها عناصر خارجة عن القانون، منها العشائر، ومنها بيد الإرهاب وداعش. طيب ليش ما ذكر
السلاح الموجود بيد الحشد. الحشد على أساس أن هم مقننين وأن هو تابع للقائد العام للقوات المسلحة، لكن هل صدر أمر واحد من أي رئيس حكومة مباشر للحشد وتم تنفيذه حتى يكون هو فعلا تابع؟ لا أخي، لا أبدا أبدا. أنا أقول لك أخي محمد، هذا اللي يدور في العراق. يعني الآن كل عراقي يعرف أنه لا دولة في العراق، لا دولة ولا قانون ولا شرطة ولا أي شيء. هذا مجرد حتى يقال في يعني عند أوروبا وعند الأمم المتحدة أن هنالك حكومة وهنالك يصدر يخرج ويصرح. لكن أنا أريد أسأل أخي محمد، ما دام السلاح منفلت وكذا وكذا، لماذا يحرمون على أهل دياله أن يدافعوا عن أنفسهم ولا يسمح لهم أن يعني عندهم يعني سكين صغير بيد الواحد إذا خرج؟ هذا الأمر أخي واضح تسليح العشائر حتى يتم يعني تتم الفوضى ويتم القتل. نعم. بين الناس. هكذا تريد إيران العراق. نعم. قتل وقتل وبشليشات، ويعني لا يصل المرأة التي تم قتل ابنها 13 سنة اللي سرقوا منها التوك توك. نعم. هذه موجود الآن، تقول لك ما في دولة في البعد، لا يوجد أمن ولا أي شيء في العراق. طيب. العراق إذا لا تخرج إيران ولا يتم طرد السفير الإيراني وغلق القنصليات، أخي العراق لم يستتب الأمن فيه أبدا. أنا أشكرك سيدة أبو فاطمة من النجف، ويانا السيدة أم علي من بغداد. تفضل يا أم علي. أحمد عيوني، حياك الله، تفضل. أتمنى يعطون حق وعارض للسجناء. نعم. والله الضغط يمكن كاوري الفلاس وعفعني. نعم. بعد السنوات يتحكم مني. نعم. التعفعة أتمنى يتاغم التعفعة لسمت السنوات. كل هذا أو كل هذا أتمنى والله العظيمة تتناكل عفو. سيدة أم علي، نعم وصلت فكرتك، والمشكلة الصوت بتقطع يعني، وبس الفكرة العامة وصلت. أنا أشكرك وأتمنى يعني تتحقق لكم هاي المناشدات أنه يصدر العفو العام على المعتقلين الأبرياء. لكن اللي يتابعون الملف، ملف المعتقلين، من المحللين السياسيين، من المراقبين للشأن العراقي، يقولون بأن الوضع بالنسبة لقضية المغيبين والمعتقلين سياسي بامتياز، وهناك تجارة حقيقية تتم بالمعتقلين الموجودين بالسجون، يعني عمليات ابتزاز، رشاوى، عمليات ابتزاز لذوي المعتقلين والمغيبين. الدولة مستفيدة من هاي الأعداد، وطبعا هناك أغراض أخرى، دوافع أخرى، منها الطائفية، منها عمليات تغيير ديموغرافي تتم حتى يسجنون أهالي هذه المناطق، يعتقلوهم ويغيبوهم، ويكون هناك سيطرة على مناطقهم. أسباب كثيرة تخلي موضوع إخراج عفو عام سيواجه كثير من العراقيل من قبل الأحزاب والميليشيات المستفيدة، وحتى السياسيين بالحكومة المستفيدين من ملف المغيبين والمفقودين والمعتقلين طبعا اللي موجودين بالسجون. المعهد بروكينجز الأمريكي رسم تقرير لصورة قاتمة طبعا كما خرج في تقريره عن أداء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأشهر الستة الماضية من تسلمه للسلطة وطبعا حكمه. رأى معهد بروكينجز أن مصطفى الكاظمي اتسم بالتقاعس عن تحقيق الوعود التي أطلقها حين تسلم رئاسة الوزراء. عندما تبوأ الكاظمي منصبه، رفع كثيرون سقف التوقعات لإمكانية تحقيق الاستقرار في العراق، حيث طرح مشروعا إصلاحيا طموحا، ووضع 9 أولويات لحكومته على رأسها سيطرة الدولة على السلاح. شو يقول معهد بروكينجز؟ يقول أنه كاتبة التقرير هي مارسين الشمري، تقول أنه هناك مهام لا يستطيع الكاظمي إنجازها بمفرده، إذ أنه بحاجة للبرلمان كما هو الحال فيما يتعلق بالانتخابات. اعتبر التقرير أن أداء مصطفى الكاظمي كان دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمواجهات الميليشيات المسلحة الموالية لإيران وإطلاق الصواريخ على المصالح الأمريكية في العراق. طبعا التقرير طويل وفيه كثير من النقاط، لكن مبدئيا هكذا ينظر الغرب، أو على الأقل خلينا نقول الصحف أو المؤسسات الغربية المعنية بالوضع في العراق، أو التي تراقب الوضع في العراق.
كيف هو أداء مصطفى الكاظمي لغاية هذه اللحظة؟ من عندنا؟ السيد أبو علي من واسطة، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. المستمعين والمشاهدين الضافدين، حياك الله. يعني بصراحة يعني ما أدري، هم يدعون الميليشيات تدعي أنهم أنصار المظلوم، طيب، وأنهم يبدون يقصفون السفارة الأمريكية. أعتقد أن القواعد موجودة، وإذا ضربوها ما راح أحد يتعرض من المدنيين. يعني مو شرط إلا السفارة. ومن يتحججون ذاك اليوم من قال ترامب يعني أنا راح أسحب السفارة، قام تحج قال إحنا ما نضرب السفارة، إحنا نضرب القاعدة اللي بالسفارة. يعني أنتم مش بديكم القاعدة بالسفارة، يا إما أحد لكم هنا أو أحد قال لكم تعالوا ضربوا حتى يصير هذا الأمر. ما ندري إحنا شنو اللعبة الموجودة. هي لعبة بين أمريكا والميليشيات، هذا أساس، لكن الضحية منه؟ الضحية هم الناس الأبرياء. زين انت يا الكاظم، انت مو قسمت بال يعني بالقران وحلفت قدام انك تحمي الشعب؟ بعد وين حمايه الشعب؟ نعم. وهذا ما اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره، بس انت خايف على امريكا، خايف على الميليشيات، شو ساعه تقولون احنا عرفناهم، وساعه تقولون هم يعني متنفذين، تقول ما قتلت المرحوم هاشم الهاشم. زين بعد منهم غير تقتل قبل عيون، انت لو تحمي الشعب لو تقتل شعب. نعم. بس ما عرفنا شنو هذا. الثانية انتم مثل امريكا، يعني شو انتم امريكا جابتكم؟ انتم لا امريكا انتم موجودين. سلاحكم هذا منين تاخذونه؟ نعم. من امريكا وجماعة امريكا، سواء ايران او مو ايران. يعني احنا ما نفهم يعني شنو الاكاذيب هذه الموجودة. يعني مع بالهم يعني شعب يصدي. يعني انتم اللي مات البارحة طفل مات، يعني بذمة منو؟ بذمة مقتدى الصدر، بذمة الكاظمي، بذمة رئيس الجمهورية، بذمة بايدن، بذمة ترامب. نعم. ما نعرف احنا انتم من تصيحون احنا انصار المظلومين، قاعد الماتوا هذول مو مظلومين؟ يعني هذا الطفل عم من الجوكريه. انا استغرب من هيش ناس، يعني بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا اشكرك سيد ابو علي من واسط، شكرا للمشاركه ويانا السيد احسان من كربلاء، تفضل يا احسان. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي النجري، هذه هذا القصف التي تستخدمه هذه الاقدام الفاسده المجرمه والمتورطه بدماء الابرياء. جئت هل احنا ننسى الدماء اللي سبقت رمادي في الموصل في تكريت كل هذه الدماء، والا لانها الاقدام الفاسده واولا الحشد السعدي لاكثر عناصره مجرمين حرب. نعم. وهم صحيح بالواقع أقدام فاسدين مضروحين، هم عبارة هذه المجازر كلها، وناهيك عن الأقدام الأخرى الفاسدة والمجرمة. نعم. والله ما عدالت عمره هذه الفاسدة وهم مطرودين مطرودين. نعم. يلا لك إن الدماء اللي حدثت والمجازر والاحتقالات اللي حدثت مطرودين لا تنسي. نعم. لا تنسي مهما طال العمر لا تنسي، وإلا كانت لهذه الأقدام الباسدة المبلوحة التابعة لهذا أبو الميليشيات الفاسد. نعم. هذه كانت هذه حدثت هذه الدماء وهذه الاعتقالات والمجازر على حساب النظام القائم في إيران. نعم. نظام المفاسد ونظام الذلة. نعم. وحتى وصولا للاعتقالات مليئه السجون والمعتقلات الاخيره وكلها من الرماح والموصل والكليب وجانب وما زالت مناطق الانجليزيه حتى اكثر من الناس بالموصل وفي تكريت وفي جانب، وهذه ان شاء الله ان شاء الله لا ننساهم ابدا من الناس. هذه الاعتقالات ان شاء الله كثير من الناس ان شاء الله، وإذا خلي هذا الأقدام مطلوبة مطلوبة. طيب. هم مظلومين، وهذا هم القتلة، هم المجرمين. طيب. أنا أشكرك يا أحسان من كربلاء، وأنا السيد أبو طه من بغداد، تفضل يا أبو طه. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة لل نعم. التواريخ والقصف اي زين اي يعني هو معروفين اللي يطلقون الصواريخ حجه المنطقه الخضراء او يستهدفون المنطقه الخضراء. طيب يوقع على المواطنين الابرياء اللي قاعدين في بيوتهم، ناس مبنيين على حياتهم وقاعدين ببيتهم ما يشوفوا اللي وقع عليه صاروخ. نعم. زين هذا المره راح يحاسب
وين الدولة؟ نعم زين الدولة يعني يعني سيد ابو طه السفارة الامريكية فيها منظومة دفاع جوية تدافع بها عن نفسها وعن مكانها وعن جنودها برصد هاي الصواريخ. طيب المواطن ما عنده منظومة دفاع، مو الواجب على الدولة انه هي عندها جهاز امني هو اللي دائما صدعوا رؤوس العراقيين بالعمليات الاستباقية الاستخباراتية؟ طيب وين هاي العمليات الاستباقية الاستخباراتية اللي لقينا بها اوكار داعش ودحرنا بها ما ادري منه؟ وينها عن هاي الميليشيات اللي تطلق الصواريخ؟ ليش ما تحمي المدنيين؟ سيد ابو طه كلها يدرون بيها، كلها هاي في تصير بعلم الدولة وده يعرفون الأشخاص. السفارة الأمريكية محصنة من قبل الأمريكان، نعم، بس اللي واقع بها من هو المواطن العراقي. طيب يجب عن الدولة أن تطلع ذولا وتعرفهم الفصائل خارج عن القانون، نعم، زين، وتحاسبهم أمام الشعب بساحة التحرير حتى تكون هيبة دولة عراقية. بس احنا كل هيبة ما عندنا، زين، سيادة ما عندنا، يومية خاصين انتخابات وحكومة ما شنو، عيب أصلا يقولون احنا عندنا حكومة، والله عيب. يعني هاي الناس الأبريات بدها تروح شنو ذنبها؟ ماكلة شاربة، واحد قاعد ببيته محس اللي جعلي صاروا قتل هو وصفاله. ما مرت على العراق من تأسيس الدولة العراقية لحد الآن، ما مرت هي أشياء علينا وهم قاعدين يتفرجون، زين، كلها هي هاي فصائل مسلحة خارجة عن القانون، والحكومة والبرلمان كلهم يعرفوهم، زين، نعم، على حسب الأسلوب. بس جيب رجل اللي حاسب، اتحدى مصطفى الكاظمي على الهواء مباشره، اتحدى ان يحاسب اي واحد من الميليشيات، او اتحدى زين يوصل جرف الصخر، اتحدى هو رئيس وزراء، يقدر يطب جرف الصخر؟ ما يقدر، له يقتلوه، زين. طيب فإلى متى يضل الشعب العراقي صواريخ توقع عليه، يطلع بالشارع ينقتل، لو ينخطف، لو كذا، لو أربع أرهاب، وخلصوا للشعب العراقي. هم يريدوها هيجي، زين، تقسيم العراق، قتل شبابه، زين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أشكرك أبو طه من بغداد. مشاهدينا الكرام، خلونا نروح إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. الثلاثاء 17/11/2020 سمعت وزارة الزراعة مسيطرة على المرض، فقلت خل اشوف احواضي، اشوف السيطرة شلون شكلها، شلون وضعيتها، يا هاي السيطرة، هاي السيطرة يا وزارة الزراعة، هاي السيطرة، هاي قدرت عليها. آلاف الأطنان، آلاف الأطنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا لقاح فعال ولا علاجات فعالة، وهاي مزارعنا النموذجية، مولدات، كل حوض مولدات 2، منظومات أكسجين أكثر من 20 بالحوض. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا شفتوا هاي الحاله، حاله عمليه نفوق الاسماك، هاي الموضوع المتكرر في العراق اللي دا يستمر، وتطلع التحليلات الحكوميه تقول احنا مسيطرين، واللي دا يصير هو حاله تسمم ومرض كذا وكذا، لكن الموضوع هو دا يعم المحافظات العراقيه، منتشر بشكل كبير، والموضوع طلع لما وصل العراق واعلن الاكتفاء الذاتي بالثروه السمكيه. يعني الموضوع مثل قضية الطماطة، مثل قضية حقول القمح والشعير اللي أحرقت، والسبب أو الهدف أن هناك منتجات تأتي من إيران، منتجات غذائية وكذلك أسماك تأتي من إيران
إلى العراق بأسعار أيضا يعني بالنسبة للعراقيين هي أسعار قليلة، وطبعا تدخل إلى الأسواق وتغزو الأسواق العراقية وتستفاد منها إيران ويستفاد منها التاجر أو المسؤول اللي أبرم هاي الصفقة مع إيران. في المقابل البضاعة المحلية، المنتج المحلي يظل مركون ويتعفن في المخازن مثل أو يحرق مثل الحنطة والشعير، حتى لا تكون هناك أي استفادة للفلاح العراقي، للدولة العراقية من الأرض العراقية والمحصول العراقي أو الثروة السمكية الموجودة في نهري دجلة والفرات أو حتى في شط العرب في البصرة. طيب نرجع لموضوعنا ونكمل. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أعربت عن أسفها للهجمات الصاروخية الأخيرة التي شهدتها بغداد وأودت بحياة طفلة، ودعت إلى حماية المدنيين والأطفال في العراق. ممثلة المنظمة في العراق حميدة لاسيكو ذكرت أن المنظمة تأسف جدا وتحزن لمقتل طفلة وجرح 5 مدنيين، مضيفة أن الغرض من المنازل هو أن تكون أكثر الأماكن أمنا للأطفال. تابعت أن العنف لا يزال هو المعيار السائد في العراق منذ عقود، وبينت أن الأطفال هم الذين يتحملون وطأة العنف ويدفعون ثمنه في العراق. ولا يزال الوضع قائم، الانهيار الأمني قائم، وغياب تام لحكومة مصطفى الكاظمي عن الميليشيات المنتشرة والسلاح المنفلت في العراق. وتابعتم قبل كم يوم عرضنا مقطع في جنوب العراق، نزاع عشائري، إطلاق كثيف للنار، لما أجت قوة حكومية تقدمت حتى تفض هذا النزاع تم استهدافها من قبل هاي العشائر وما قدرت تخطو خطوة واحدة، في حين أنه سلاح الدولة يرفع فقط على المواطن الأعزل المتظاهر، ولا يستطيعون رفع هذا السلاح أو هذا السلاح ضد من يملك السلاح من العشائر أو الميليشيات في العراق. ويانا السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. الله يسعدك أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله. شلونك؟ الله يبارك أستاذ. احنا نعرف منذ دخول أمريكا للعراق وديول إيران، إيران ما يهمها لو كل الشعب العراقي ينتهي. هي أتت لقتل هذا الشعب المسكين، وحتى اقتصاد العراق انهياره كله اجى من إيران. لأن إيران لا تريد أكو ثروة سمكية ولا تريد زراعة ولا تريد صناعة بالعراق، إنه تريد العراق دائما محتاجه. وديول إيران اللي هسه يقصون بالمنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية، يعرفون أمريكا حاليا، عود يوجهوا رسالة لأمريكا يقولوا لهم يا با إحنا موجودين، ترى أخاف تهاجمون إيران قبل نهاية ولاية ترامب. فما يهمهم الشعب العراقي ينقتل، هذا هم ليش مخلين ذيولهم في كل العالم موجودة حتى بأفريقيا. يعني وبلبنان وبسوريا ونشوف المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ما تتدخل بالأمور، فقط يعني تصريحات بسيطة. ليش؟ ما يهمها العراق، يهمها التطبيع فقط. ما يهمها العراق، وتعرف أنه إيران تتدخل والأمور هذا الشعب العراقي ده ينتهي وينهار اقتصاديا، لأن هم يريدون العراق ينهار. شوف المنظمات الدولية كلها تدخلت في كل العالم، بأفريقيا وبالسودان وغيرها وغيرها وغيرها، تدخلت في سبيل تنهي هذا الوضع، بس بالعراق ما يتدخلون. ما يتدخلون لأن هم يريدون العراق ينهار. ليش هسه الأمم المتحدة ما تقدر تتدخل ودول أوروبا ما تقدر تتدخل أنه تحل المسألة العراقية وتهدد إيران؟ يقدرون طبعا، بس كل هاي باتفاق، هذا اتفاق مسبق. ويشوفون طبعا الميليشيات دا يشوفون أنه ماكو تدخل وياهم وياهم، يقتلون بالشعب العراقي في سبيل إيران تكون مرتاحة واقتصاد العراق كله يروح لإيران. شوف هسه شكو استثمارات حتى الخليج يهددوا في سبيل حتى ما يستثمر بالعراق. صحيح. يهددوهم حتى ما هي السعودية وغيرها وغيرها، حتى بأراضي الصحراء هاي المياه الجوفية، على أساس إنه ده يقول لهم ترى السعوديين راح هاي المياه الجوفية كلها راح يسحبوها من عندكم، كذب، هم ما جايين يزرعوا لكم ولا جايين يقوون اقتصادكم. طيب حتى لو احنا بس حتى لا نبعد عن الموضوع كثيرا، لكن خلينا نسأل سؤال بسيط على اللي تفضلت به. حتى لو صار اكو استثمار سعودي خليجي في العراق،
هاي الفلوس حيستفاد منها المواطن؟ يعني المستثمر الأجنبي اللي حيجي للعراق بهاي الظروف وحيشتغل، الفلوس لمن حتروح؟ يريدون العراق يصير بالحاضنة العربية. نعم. يعني هم يريدون دائما يبقى العراق محتاج لإيران، والشعب العراقي المسكين يعني يطلع ينقتل، لأن هذول الموجودين هم كلهم تعرفهم كلهم لقطاع. نعم. مو أولاد أمهاتهم، لا أولاد أمهاتهم يقولونها صدق عراقيين ما يقتلون شعبهم. طيب. يقتلون شعبهم في سبيل النظام الإيراني يبقى ولاية الفقيه تبقى. نعم. ويعرفون أكو تهديد هسه أمريكي، التهديد الأمريكي هذا على أساس أنه الرئيس ترامب قبل ما يسلم الولاية راح يضرب إيران. كل كلام. أنا أشكرك يا سيد أبو أيسر من تركيا. ويانا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بالنسبة لهذا الموضوع اتكرر أكثر من مرة وبدون مبرر. نعم. بالنسبة لقصف السفارات. نعم. وبالذات السفارة الأمريكية. نعم. كون أن هاي القوة اللي جاء تضرب تعتبر هذولا يعني فد ناس أجانب وفد ناس مستعمرين ومؤذين وكذا. طيب. طيب هم لو ما أمريكا أنتم شلون طلعوا رؤوسكم؟ هاي واحد. ثانيا من ضمن جيوش التحالف اللي دخلت العراق. اي. مو دخل وياها مو الجيش البريطاني؟ نعم. ليش ما يقصفون السفارة البريطانية؟ مو دخل الجيش الفرنسي؟ ليش ما يقصفون السفارة الفرنسية؟ نعم. مو دخل الجيش الهندوراسي والإسباني والإيطالي وغيره؟ ايش معنى التركيز على هاي؟ اي. بعدين هو اللي يضرب وصارت أكثر من تجربة. اي. أكثر الضربات والقذائف دا تسقط على المدنيين. نعم. يعني هاي الطفلة اليوم يعني أدمت قلوب الناس، شنو ذنبها؟ نعم. طفلة تنقتل وعائلة أربع خمس أفراد يروحون. نعم. وقبلها بمالك مطار بغداد عائلة سبع أفراد راحوا من عائلة واحدة. نعم. شنو ذنبهم؟ دول عراقيين. مثل هذا اللي يقول وإذا رميتوا يصيبوني سهمي. نعم. أنت بيك حاب روح اقتحم السفارة، مو تضرب عليهم من مكان بعيد على مناطق تحيط لها أحياء حي التشريع وغيره، يعني ناس مدنيين. نعم. وبعدين بالنسبة للاستثمار يعني على قولة أبو المثل يقول لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل. أي. عندك العراق الصحراء الغربية للعراق. من شمال الموصل إلى جنوب البصرة كل صحراء تعصف به الرياح. يا أخي خلي أهل يستثمر، خلي يستثمر بس يدر خيرات على البلد. لا أنتم مستغلوها، ديكم حظ أنتم استغلوها كبلد كأحزاب عاقبة. استغلوها وانطوا رؤوس أموال ولو بسيطة ومواد زراعة وآلات زراعية وكذا، انطوها للعراقيين ذول العطالين بطالين الجاعدين. نعم. وكم مشرف من المهندسين المتخصصين بالزراعة. طيب. وهم تنهي مسألة التظاهرات والاحتقانات والقتل والدمار، وأيضا تقضي على البطالة، وأيضا تطور البلد، وأيضا ما تحتاج لا اقتراب خارجي ولا داخلي. سيد أبو زينب أنا أشكرك من النجف. طبعا لو كانت خيرات العراق تعود بالنفع على ابن البلد طبعا الكل حيرحب بالاستثمارات، لكن حتى لو صارت اكو استثمارات بالعراق طالما هناك احزاب فاسده، طالما هناك ميليشيات بالسلاح تسرق الاموال، طالما هناك مسؤولين في الدوله فاسدين ويريدون يبوقون بعد وما شبعانين بعدهم، مستحيل هذه الفلوس تصل الى المواطن الفقير وتقلل نسبه العراقيين اللي تحت خط الفقر اللي اعلنت عنهم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق وقالت بأنهم 40%. مستحيل تنزل هاي النسبة طالما عندنا الفاسدين. وموضوع أنه هذا الاستثمار أو هاي الأمور حتى تخلي التظاهرات تتوقف، لا، لأنه العراق مو مشكلته مو مشكلة فلوس بس حتى نقول بالله المظاهرات راح تتوقف. مشاكل كثيرة في العراق مرتبطة ببعضها أدت إلى خروج ثورة تطالب بإسقاط نظام. عندنا ضمن التقرير اللي خرج به معهد بروكينجز الأمريكي للدراسات حول
أداء مصطفى الكاظمي بفترة 6 أشهر منذ توليه الحكم، ونأتي إلى نقطة حصر السلاح بيد الدولة اللي يتكلم بها مصطفى الكاظمي ووعد العراقيين بتنفيذها، لكن هي لغاية هذه اللحظة بعد 6 أشهر مجرد كلام. يقول معهد بروكينجز أنه استدل التقرير طبعا اللي أصدر معهد بروكينجز على سبيل المثال بأول تحدي حقيقي لرئيس الوزراء، وهو العملية اللي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب أسفرت عن اعتقال عناصر في ميليشيا كتائب حزب الله بعد هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. المعتقلين تم الإفراج عنهم وبقي واحد في المعتقل بحسب التقرير. لم تنتهي العملية بإطلاق سراح معتقلي ميليشيا حزب الله، بل قام مصطفى الكاظمي بالاعتذار إلى كتائب حزب الله، إلى هاي الميليشيا، وتوجيه اللوم إلى جهاز مكافحة الإرهاب بحسب التقرير. اعتبر تقرير بروكينجز أن مصطفى الكاظمي بفعلته هذه أساء استخدام موارد الدولة وقوض سمعة واحد من أكثر المؤسسات المصداقية في العراق بحسب التقرير. طبعا مصطفى الكاظمي بأول تحدي واجهه وقام باعتقال 11 شخص من ميليشيا حزب الله واقفين بصف منصات إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء، أفرج عنهم وقام بالاعتذار للميليشيا. وتتذكرون ثأر الله اللي الميليشيا اللي موجودة بالبصرة وكيف أنها قتلت متظاهرين، أيضا تم تنفيذ عملية اقتحام للمكتب واعتقال عدد منهم، وبعد ذلك رجعوا وفتحوا مكتبهم، أطلق سراحهم واعتذرت لهم الحكومة. وطلع قائد عمليات البصرة رشيد فليح يقول هاي عملية دفاع عن النفس، حزب عنده سلاح قتل متظاهرين غوغائيين اعتدوا على المكتب. هذا قائد عمليات، قائد شرطة. إذن هذه العقلية التي تسير فيها الحكومة، وواضح منه هناك فقدان للسيطرة على المؤسسة الأمنية وعلى النظام الأمني وعلى الأمن بالعراق بشكل عام. من عندنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. حياك الله. أسأل كل الحكومة هم ممنهجة على قتل الأبرياء. نعم. يعني سيضربون صواريخ أفلام مكان. يعني شلون جبت على البيوت، على الناس، على تفصيل الناس في أمر رضوانية أو يوم المطار. هم ممنهجين يقتلون الناس، ما يهمهم. نعم. يعني تصور دولة يعني ما معلومين أو ما معروفين أعمالهم وما يدرون شو يسوون. نعم. دول كلهم مدروس، يعني دراسة عملهم مدروس ومرتب. هم كل حتى الحكومة كلها بصورة عامة هم دمار من البلد. نعم. يعني بيضرب صواريخ وبيضرب كذا وبيضرب كذا، هو كل هذا شلون تقول يعني فيلم مبرمج على العراقيين. نعم. وبيعك هاي ما يلزموهم رأسا ولا شوية هدوهم، وأنا قايلها قبل. وأحيانا شنو اعتذار، اعتذر من عندهم يا أبي. فهم منهجين على قتل العراقيين من زمان، تاريخهم أسود من زمان. هل نجحت الميليشيات باستهداف الولايات المتحدة وتواجدها بالعراق وأصابت المنطقة الخضراء أو أصابت السفارة الأمريكية، لو كل مجرد قصف صواريخ في محيط المنطقة الخضراء والضحايا مدنيين؟ أخي أخو معلومة قبل يقول لك القبة الحديدية. نعم. يعني هاي الصواريخ طبعا تشمرها لعلم أجهزة وقذف الصواريخ خارج المكان. فهم دولة كلها يعني فيلم، والله يا أخي فيلم، دولة فيلم. يعني يقول لك أنا أضرب المنطقة الخضراء، أترك بكم خير، طبوا جوا، مو يسوي صواريخ منا ومنانا وذي حول الأبرياء. كلهم منهجين على قتل العراقيين. نعم. يعني مجموعة مختلة عقلية ما تعرف تقول عليها. مو صار أنه من كتلة الولايات المتحدة قاسم سليماني قصفته هو وأبو مهدي المهندس، اختفوا زعماء الميليشيات وطلع قيس الخزعلي يصور نفسه يوجه رسالة بتليفون؟ طيب هل عندها الجرأة هاي الميليشيات أنه هي فعلا تضرب الولايات المتحدة وتستهدف السفارة الأمريكية أو القاعدة الأمريكية الموجودة في بغداد أو أي محافظة أخرى تستهدفها وتسقط ضحايا من الجنود أو الدبلوماسيين الموجودين في العراق؟ تقدر؟ لا طبعا ما يقدر. نعم. لعديش هاي الهالة الإعلامية اللي دي يسووها هو المقاومة، هو لولا الولايات المتحدة مثل ما قال المتصلين،
لولا الولايات المتحدة كان استطاعت هاي الميليشيات اصلا انه تصمد بالعراق؟ اخي كان الطير ما يقدر يطب، كان الطير من حدود ايران على العراق يعني يحفول الف حساب ما يقدروا يخرجوا. ثم دولة يا اخي هم مناجين وعملاء الامريكان نعم. يعني كل ما هم دعواهم يعني هم اللي يدرون بهم يسوون وهم باعلامهم ويضربون بالناس ويخطون بالناس نعم. حتى لما يجي واحد اي شغله واحد يسوى شغله وقال له انت اربع ارهاب يا ذولا مرهبين ذولا قمه الارهاب اخي ذولا قمه الارهاب بالعالم كله نعم. مناجين هم عملاء امريكا كلهم ذولا. سيد ابو حسن انا اشكرك شكرا جزيلا الوقت انتهى اعتذر منك. وصلنا الى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام. نود التذكير ان تردد قناه الرافدين الجديد هو كما سيظهر على الشاشه امام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام من الان ضبط اجهزتكم والانتقال الى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.